رايح اجيب عيش. دفعت ثمن غالي جدا. انا فتحت عيني على حاجات صعبه جدا. الله يرحمه. انفجرت فين عربيتين نازفين؟ اثناء الشباك خدت طلقه في كتف الايسر. استقرت تحت المخ بالظبط. قلت لهم ايه يعني؟ حته مني هتروح عند ربنا، هتسبقني. كان عندي يقين ان انا هرجع تاني. بطل جسم مستحمل من 40 ل 50 شظيه. ربنا سبحانه وتعالى عادني للحياه مره ثانيه. بعد كل اصابه كنت احس ان انا بقيت احسن من الاول صحيا وبدنيا. مش مجرد واحد اتصاب وقعد على كده خلاص. لا انا هكمل. هرجع تاني سينا وافضل موجود على الارض. التسابق على مين هيتلف في العالم. في رجال منهم اللي قدم روحه ومنهم اللي قدم حته من جسمه. عشان خاطر مين؟ عشان خاطر مصر. نقطه تحول الليله السابعه مساء على قناه مصر الاولى.